اليوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. خير الله في المركز الثاني لسمو الشيخ محمد بن عبد العزيز النعيمي عبد الله شير محمد في تضميره. أما المركز الثاني مشاغب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. وعلى المركز الرابع ياتي سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وعلي احمد الحاي في التضمير من ياتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس مصيحان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بن العرطي الحميري وشاهين. على سادس المراكز لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم او سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة خليفة بن سالم بالصقعة من يأتينا سادسا. بينما المركز السابع الوصول هنا أيضا من الشامي من يأتينا على المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد في تضميرة من ينطلق سابعا. بينما المركز الثامن وثامن المنطلقين في هذه اللحظات يأتينا شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن سالم لنيبي. وهنا العازمي من هجنة العاصفة بقيادة سعيد بن سالم من يأتينا التاسعا. وفي المركز العاشر والمنطلق الشامخ من هجنة العاصفة بقيادة سعيد بن سالم من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة في مسيرة شوطنا الحادي عشر في مجموع الأشواط. نعود إلى لطام لاطم الصدارة والمقدمة والمركز الأول. لطام لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. مشاغب في المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. وخير الله يأتينا على المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن عبد العزيز النعيمي عبد الله شير محمد في تضميره من ينطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع والقادم سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وعلي أحمد الحاي في التضميرة من ينطلق الرابع. عن المركز الخامس مصيحان يأتينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز السادس المراكز شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع خليفة بن سالم بالصقعة. والشامي قادم يتسلل من مركز إلى مركز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المتعب الصغير سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يأتينا هنا على المركز السابع. وفي المركز المركزين الثامن والتاسع الشامخ والعازم من هجنة العاصفة بقيادة سعيد بن سالم. وأرى الوصول في هذه اللحظات والتسلل هنا أيضا من شاهين سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم حمد بن خميس لغويص في تضمير من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة في هذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. مشاغب من غير على الصدارة على المقدمة هو صدارة هذا الشوط. مشاغب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عاشق السلالة الشاهينية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز الثاني وبدأ يتسلل لطام لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري. وهنا مصيحان في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الرابع الشامي
الشامي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم مع سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد وسلهود، ياتي عن خامسا هنا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم مع علي احمد الحاي في تضمير من ينطلق خامسا سادس المراكز، ياتي الشامخ والمركز السابع العازمي من هجنة العاصفة بقيادة سعيد بن سالم. هذه هي النتائج للمراكز الأولى. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هو التحدي الجميل هنا، تحدي مميز في هذا الانطلاق الجميل. ومن الجانب الآخر هناك مشاغب على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. مشاغب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، من ينطلق مع مشاغب على الصدارة على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور. هو على صدارة الشامخ على المركز الثاني، الشامخ من هجن العاصفة على المركز الثاني مع سعيد بن سالم، ولكن أرى التسلل من جاهين سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن خميس اللغويصي السلام، ولكن مشاغب على الصدارة، مشاغب على المقدمة على المركز الأول. تهانينا لسمو شيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على هذا الفوز الجميل. تهانينا ونا موسى رحبة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني أتانا هنا أيضا شاهين سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، لطام في المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم. المركز الرابع المركز الرابع لهجن العاصفة، المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم الشامي. هذه هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى. ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول مشاغب إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. هنا تهانينا والناموس لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم. 7 دقائق 56 ثانية جزء واحد من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز الجميل لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم ولخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. بينما المركز الثاني أتانا شاهين سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن خميس لغويص السويدي ب7 دقائق 58 ثانية جزئين من الثانية. أما المركز الثالث فكان من نصيب الأطام من أتى على المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري. 7 دقائق 59 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.